الأغلبية يستخدموا تطبيقات، لكن هل هناك مخاطر من هذه التطبيقات؟ يعني مثلاً الجوال يتهكر، الجوال ينسرق، الحساب يتاخد، هل ممكن إنه تكون هي آمنة بالنسبة لي يعني على حسب المحفظة أنا حاطة فيها قديش، ولا ممكن الدخول على حساباتي عن طريق هذه التطبيقات؟ في النهاية الاختراق يعني وارد في كل الأحوال يعني. وفي نفس الوقت التطبيقات، معظم التطبيقات هي حاليا بقت بتسهل على الناس ان انت مش لازم ان انت يكون لك حساب بنكي مرتبط بالمحفظه بتاعتك في التطبيق، بل انت بتعمل محفظه عند التطبيق وخلاص، هو ده محفظتك، انت بتحول وبتستلم عليها. ولكن في النهايه يعني في التحولات المحليه بتبقى اسرع وايسر، لان برقم الهاتف تقدر ان انت تحول. في التحولات الدوليه بتبقى كمان ايسر واسرع، ولكن حته نقطه الخصوصيه والامان في النهايه انت المسؤول عنها، انت المسؤول في النهايه عنها يعني. لان في النهايه انت مرتبط بايميل، لو الايميل اخترق او يقدر ان هو يدخل على المحفظه الالكترونيه بتاعتك. بس في النهايه انت يفضل من الجميع ان هو ما يسيبش مبلغ كبير في المحافظ الالكترونيه، يعني هو في النهايه الاستهلاك، سواء الاستهلاك اليومي او الاستهلاك الشهري او حتى التحويلات السريعه، لكن المبالغ الكبيره انها تبقى في المحفظه امانا ليك، عشان فكره الاختراق وخلافه، ان انت تكون في الحساب السيفنج اكاونت بالضبط، في السيفنج البنكي هو البنك. يكون